هوية بريس نحو إعلام هادف. محور قبل الأخير، ترى واحد النقاش حول عيد الأضحى، واش نحتفل نحيو شعيرة عيد الأضحى بسبب التضخم ما تحياش. كانت النائبة نبيلة منيب وجهت واحد تقدمت واحد طلب وفق قولها يهدف إلى تجنب أزمة نفسية ومالية تحوم فوق رؤوس المغاربة بسبب غلاء الأسعار وموجة الجفاف. دكتور بن حمزة رئيس المجلس العلمي الأعلى، عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، كان عنده واحد رأي آخر، قال بأن سنة الأضحية لها طابعة دينية، يجب التعامل معها كجميع القضايا التي لها طابع ديني، مؤكدا على القول بأن فهذا الموضوع يرجع إلى العلماء والمؤسسات الشرعية، والحسم يتم بالنصوص الشرعية والأدلة القرآنية. شبك السياسيين حول هذا النقاش؟ لا هذا هو دابا قبل ما نعطيك الكلمة، كثير من الناس دابا مساكن بحكم الضائقة المالية والتضخم، تيقول لك تيمشيو لهاد المناطق تقول راه فعلا راه القضية، وما متصورين شعيرات الأضحى في الإطار ديالها الشرعي كيتفضل به السي بن حمزة. لو يعني تعطينا شي كلمة. لا هو هذا اللي بغيت نقول، أن المسألة لو رديناها للإطار الشرعي القضية غادي تسهل علينا أننا نفهموها. أول حاجة سيدي ربي عطانا قاعدة كبيرة في القرآن، قالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قالنا واتقوا الله ما استطعتم. فهاد القضية ديال التقوى قالك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن في نفس الوقت قال لنا واتقوا الله ما استطعتم، يعني أنا كما أعبد الله عز وجل بالقدرة، أن مثلا عندي الإمكانية نشري الحولي نمشي نشري الحولي، هذا من تعظيم شعائر الله. كما أعبده بالقدرة كذلك أعبده بالعجز. شنو أعبده بالعجز؟ ما عنديش القدرة أن نشري أضحية، ما كنشريش الأضحية. غتقول لي الجانب النفسي، هنا غادي نقول لك دخلتي سواء أحسست أم لم تحس. لذلك استغرب أن أستاذة مناضلة بحال الأستاذة نبيلة منيب أنها تمشي لهذا الطرح هذا ديال الجانب النفسي، وهي معروف عليها أنها من المناضلات ديال اليسار، والمناضلات ديال اليسار والمناضلين ديال اليسار عموما الأصل فيهم أنهم يرفضون الهيمنة الرأسمالية المتوحشة على المجتمع وخصوصا في الجانب الفكري. شنو اللي خلى الناس أنه كيتمارس عليهم ضغط أنني شريت ما شريتش الحولي ولا خرج شري الحولي؟ هو الإحساس أنني دخلت في المنظومة المادية وبديت كنقارن راسي بجاري، مادام عنده حولي خصني انا حولي، عنده طوموبيل خصني انا طوموبيل، عنده كذا خصني انا كذا. اذا غنقول لهم ما نشريوش اسيدي السيارات، لانه هذا عنده السياره وما عندي السياره ويبقى في الحال. غيجي الاخر يقول لك اودي ما ندخلش ولادي انا، ممنوع خصنا نقاطعوا البريفي المدارس خاصه. علاش؟ لانه هذاك عنده باش يدخل ولده يقرا في البريفي، انا ولدي ما عندوش يدخل يقرا في البريفي، غادي يبقى في الحال خصني نقاطع. ولا تستقيم حياته، لا تستقيم حياته. لكن المسلم تينضبط بالضوابط الشرعيه كيعيش عادي انه ما عندوش الامكانيه. غيقول لي الناس ولا انت كتهضر اقسم لك بالله سيدي النبي، لف سنه من السنوات ما كانش عندي امكانيه نشري الحولي. انت نيت انا اللي كنهضر معاك، حيت عارف الناس عز عليهم المزايده على الشخص. كيقول لك لا انت كتهضر معنا من كذا، لا شريت تمشي لتركيا السياسي، لا كتمشي لا لا انت في تركيا في اي بي ديال الدعوه. لا كنمشي بلاتي، كنمشي لتركيا شنو الاخرى ومن حليت قناه يلا حطيت فيها شي جوج ولا ثلاثه ديال الفيديوهات، وليت كنشد 92 مليون ونص. مهم هذيك فاصله 5 لان كتعطي زعما التدقيق، الناس ما غتخيلكش محل الشاهد. وكان عندي بعد سنه من السنوات، وهذا ليس امرا زعما بضائقه ماليه، كان ما كان قد الحال، ما عنديش انا ماشي من نوع اللي ما كنتسلفش، فما عنديش ما عنديش وبخير وعلى خير. الزوجه جزاها الله خيرا، انت تعبدتي الله بالعجز، فعبدنا الله عز وجل بالعجز. وكان هذاك العام كان سميتو مشينا وعيدا في الدار ديال الوالد الله يرحمه والوالده، وكانوا الخوت الى اخره، واللحم اللحم ومريضنا ما عنده باس، وكل شيء كلا وكل شيء شوى. فينا هو الغرام ديال المشكل، فينا هو الاشكال اللي عند المغاربه اللي تيتكلموا هما الوليدات. كيقول لك الوليدات اذا هنا هما معيدين وهما معيدين. وهذه النقطه اللي اكد عليها الدكتور سي بن حمزه جزاه الله خيرا، هو يجب ان تعاد المساله الى اطارها الشرعي. شنو إطار الشرعي؟ هو أنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذه واحدة من الآيات اللي صدر بها الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب النية، يعني أنه الغرض من هذه الشعيرة ماشي هما الوليدات، كنقولوا الناس لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، حيت ملي كتذبح الحولي الدم كيمشي يشرف الله وقدرك في القرقارة ولا كيمشي في التراب إلا كنتي في العروبية، هذا الدم. واللحم كتاكلو كتشوي وكتبرع به أنت، يعني هذا ما غتعطيش أنت لسيدي ربي، شي حاجة ديال صلة الرحم، شي حاجة هدية، شي حاجة صدقة، الله يتقبل، الله يجعلك ما تكون ما كتاكلش أنت كاع الغلمي، ذبحتي قطعتي هذا في سبيل الله، هذا لدار العجزة، هذا دار الأيتام، هذا الجيران، هذا الكذا، اللي غيوصل عند سيدي ربي باش يخبيه لك انت في ميزان الحسنات هو النيه. انت واش ذبحتيه لله ولا على قبل الوليدات؟ ذبحتيه لله ولا على قبل الجيران؟ ذبحتيه لله ولا حشومه؟
لا الدين عندنا ما كيقومش على حشومه، حشومه هدف واحد المقام معين، ماشي في هذه ماشي في العبادات. العبادات كاين فيها صحيحه باطله، كاين فيها حلال كاين فيها حرام، كاين فيها درجه الكمال كاين فيها درجه الصحه، هذو العبادات. ملي خرجنا احنا العيد الاضحى وما بقى سميتو عيد الاضحى ولا سميتو عيد الكبير ولا عيد اللحم، خرج من الصبغه الشرعيه ديالو، فما بقاوش الناس كيتعاملوا معاه بالنيه ولا الناس كيتعاملوا معاه بالمال. راه كاين شي ناس يقول لك انا ما كناكلش اللحم ما ندبحش، كيقول ما كناكلش اللحم ما ندبحش، نمشي لشي وطير ولا كذا، كتقول لي اشريف كدوي راه العام كله تبارك الله وانت كتاكل في اللحم بالصحه والراحه، العام كله انت ما عندكش مال اللحم وانت كتضرب فواكه البحر الله يتقبل، العام كله انت كتاكل من جميع الاصناف، هذا ماشي عيد ديال اللحم، راه ممكن تذبحو وما تاكلش منه شنتيفه وتصدق به كله في سبيل الله، لكن افضل عمل تقدمه الى الله في ذلك اليوم هو انك تنحر هذيك الاضحيه لله عز وجل. ثم غتقول لي الناس بقى فيهم الحال، ممتاز انت عندك حولي بقاو فيك الناس، ما غتقولش بقاو فيك الناس كاملين لكن بقى فيك واحد الشخص معين، اما مثلا العساس ديال الدار اما كذا اما كذا، ممتاز جيبوا معاك نهار العيد هو مرته ووليداته يا كتعرفهم، انا ما قلت لك سر قلب على شي واحد ما كتعرفه، جيب شي واحد اللي كتعرفه وجيبهم سميتو الوليدات قول لهم اودي هذا الحولي ديالنا، حتى الوليدات كلهم ولادك ولادهم ولاد الحولي ديالنا كاملين، وانت في النيه ديالك راه غتذبح عليك وعلى الال بيت ديالك انت، وغادي تذبح نعام سيدي والوليدات غادي ينشطوا معاك وغادي تسيقوا ديك البلاصه وغادي تقطعوا وغادي تشوي معاهم وياكلوا، وملي غادي يمشي غادي تقطع الى اخره، غادي تعطيهم من عام سيدي واحد الطرف ديال اللحيمات في واحد الميكا، وغادي يمشي هذاك السيد ناشط هو والمراه والوليدات ها هما عيدوا ها هما نشطوا ها هما كلاو اللحم، وتفادينا هذا الاشكال ورجعنا للمجتمع ديالنا ديك اللحمه اللي كانت عنده شحال هذه اللي ولينا كنبكيو عليها وكنقولوا كون غير رجع لينا منها فعلا. العيد الاضحى واحد المناسبه كبيره للحمه العائليه وكيف العائله الصغيره والكبيره، هذا بعد اي واحد في شي مدينه كيمشي للاسره ديالو، الجانب الاقتصادي طارح لينا مشكل والناس ما عندهمش الى اخره، طيب دوك الناس اللي شراو دوك المئات ولا الالاف ديال رؤوس الاغنام الى اخره، ملي غنجيو نقولوا لهم راه ما كاينش العيد، هذاك الحولي شنو غادي كفر وغيتسنى يبقى هكا حتى العام الجاي، العائله بقات تسنى عام اخر، الا كان الحولي اثنين راه ولا ثلاثه، الا ولا ثلاثه شكون يشري من عنده العام الجاي، وفين غيديروا هو من هنا العام الجاي، والازمه ديال العلف باش غيعلفهم هو من هنا العام الجاي، يعني كاين اشكاليات مرتبطه بالموضوع، كاين الناس اللي شاريين غادي كساب غادي يشريه غادي يعلفوا واحد المده في الفيرما ديالو ومن بعد غادي يبيعوا، ملي غتقول لي ما كاينش العيد اش غيدير به هو في ذاك الفيرما هذاك العام. اكيد هويه برنس نحو اعلام هادف.